بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونصلي وسلم على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الطلاب في درس جديد للصف الأول متوسط من الوحدة السادسة حرف وهوايات بعنوان نص الاستماع العمل ثروة. سنتعرف بمشيئة الله في هذا الدرس على بيان الأثر بيان أثر القيم السلبية على المجتمع، التعرف إلى غرض الكاتب من خلال السياق، الحكم وفق مبدأ الطريقة وضوحا أو غموضا. طيب، نبدأ أولا. أقرأ الطرفة التالية ثم أكتب أهم ثلاثة أمور أتمنى أن يرزقني الله إياها. قال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به. قال: فإن عدمه؟ قال: أدب يتحلى به. قال: فإن عدمه؟ قال: مال يستره. قال: فإن عدمه؟ قال: فصاعقة تريح منه البلاد والعباد. أذكر أهم ثلاثة أمور أتمنى أن يرزقني الله إياها: أولا العقل، ثانيا الأدب، ثالثا المال. استمع وأجيب. قبل أن نترككم مع الاستماع إلى النص، أتذكر أن من آداب الاستماع الإنصات، تجنب المقاطعة، الاستجابة المتحدث والتفاعل مع. نترككم الآن مع نص الاستماع. العمل ثروة. عندما شعر أحد الآباء بدنو أجله، نادى ولده بجانبه وقال له: لا تقل إن أباك لم يترك لك ضياعا أو قصورا، فها أنا ذا تاركك وفي يدك صنعة، وفي بدنك صحة، وفي نفسك أمانة وحسن سمعة. ليس المال كل شيء في الحياة يا ولدي، بالمال الوافر تستطيع أن تشتري أحسن الغذاء، لكنك لا تستطيع أن تشتري الرغبة في هذا الغذاء. بالمال الوافر تستطيع شراء أندر الدواء، لكنه يعجز أن يقدم لك الصحة والعافية. وبالمال الوافر تستطيع أن تستأجر عمالا يعملون عندك، لكنك لا تستطيع أن تشتري إخلاصا وأمانة. وأنت يا ولدي قادر على العمل اليدوي الناجح المثمر ما دام في يدك صنعة، وفي بدنك صحة، وفي نفسك أمانة وحسن سمعة. والعمل شرف، والعمل كسب، والعمل ثروة. وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة، وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يدك. ولهذا أوصيك يا ولدي بثلاثة أمور. أوصيك بصناعتك، فصناعة في اليد أمان من الفقر. وأوصيك بصحتك، فهي درعك وسندك. وأوصيك بالأمانة وحسن السمعة، فهي لأمثالك كنز وثروة. ها هي ذي نصيحتي يا بني، قلتها لك قبل أن تأتيني منيتي، على حين غرة، وأنت إذا عملت بها فزت بالسعادة والراحة والطمأنينة. طيب، انتقل للسؤال الأول. أشترك مع من بجواري لتذكر الأمور الثلاثة التي نرى أنها تساوي القصور. ها، أولا صنعة في اليد، صحة في البدن، وأخيرا أمانة وحسن سمعة. ممتاز، ننتقل للتالي. أضع علامة صح عن يمين العبارة التي ورد فيها أسلوب تحضير، وأبين الأمر الذي حض عليه.
طيب أتذكر أن التحضير الحث على اكتساب شيء ما أو الحث على القيام بأدائه، بمعنى قيام بعمل ما. طيب ننظر إلى الفقرات التي تحمل أسلوب تحضير. لا تقل أن أباك لم يترك لك ضياعا ولا قصورا. ثانيا العمل شرف، العمل كسب، العمل ثروة. ثالثا ها هي دي نصيحتي يا بني قلتها لك قبل أن تأتيني منيتي. طيب في الفقرات الثلاث، ما الفقرة التي حملت أسلوب تحضير بمعنى الحث على اكتساب شيء ما أو الحث على قيام بأدائه؟ ممتاز، العمل شرف، العمل كسب، العمل ثروة، أي بمعنى أن الأمر الذي حض عليه هو ماذا؟ العمل لكسب العمل. انتقل للتالي، أتذكر القيمة الصريحة التي ظهرت في النص، اكتساب وتعلم حرفة يستغني بها المرء عن الناس، بمعنى الكسب من عمل يغنيني على الفقر، غير بعكس أن أروح وأطلب من الناس. ننتقل للتالي، وبين المعنى التي تضمنته العبارة التالية، وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة، بمعنى أن العمل يجعلك بعيدا عن إيش؟ العوز والحاجة. لكن لماذا أدخل في الجملة أنياب؟ لأن الأنياب شيء غير محبب للنفس. نقرأ الإجابة، أن العوز والحاجة أمران مؤلمان وغير محببين للنفس، وإذا استخدم أنياب لأن الأنياب مضرة وجارحة للنفس. انتقل للتالي، أقرأ المقطع التالي من النص ثم أحكم على مدى وضوح الفكرة أو غموضها. ليس المال كل شيء في الحياة يا ولدي، بالمال الوافر تستطيع أن تشتري أحسن غذاء، لكنك لا تستطيع أن تشتري الرغبة في هذا الغذاء. بالمال الوافر تستطيع شراء أندر الدواء، لكنه يعجز أن يقدم لك الصحة والعافية. بالمال الوافر تستطيع أن تستأجر عمالا يعملون لديك، لكنك لا تستطيع أن تشتري إخلاصا وأمانة. هل في النص السابق فكرة واضحة أم غامضة؟ ممتاز، فكرة واضحة، بمعنى أن المال ليس كل شيء. ننتقل للتالي، استمع وافكر. ليس المال كل شيء في الحياة يا ولدي، والفقرة الثانية، وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة، وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يديك، بمعنى المال ليس كل شيء في الحياة، بمعنى أنه لا يجلب الصحة والعافية، لا يجلب الرغبة في الشيء، لا يعطيك إخلاصا وأمانة، وأن العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز، بمعنى أن لا تكون محتاجا في حياتك، فلذلك تكون في سعادة وطمأنينة من العمل الذي تجني منه قوت يومك. طيب ننتقل للفقرة التالية، بيان رأينا فيما ورد من أفكار من العبارتين السابقتين مع التعليل، أن السعادة والراحة والطمأنينة باكتساب حرفة معينة لكنها لا تعني وحدها، بل لابد أن تقترن بالتزام الآداب الإسلامية. ننتقل للتالي، نرصد أشياء أخرى لها قيمة في الحياة غير المال تجرب لنا السعادة والطمأنينة. ما هو؟ أداء الفرائض والتزام الآداب الإسلامية واكتساب حرفة معينة. انتقل للتالي، اشترك مع من مع مجموعتي لنبرز موطن الجمال في العبارة التالية، وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يديك. ماذا نقول؟ موطن الجمال، تخيل الكاتب أن السعادة شيء يمكن أن يلمس ويمسك، فجعلها محسوسا وهي في أصلها معنوي. انتقل للتالي، أتخيل أن أحد أبناء الحي كسول
خامل لا يحب العمل أو التعلم، ثم توقع العقبات والمشكلات التي يمكن أن تواجه في حياته المقبلة وأثر ذلك في مجتمعه. أولا، عدم وجود أو عدم حصوله على وظيفة. ثانيا، ربما يحصل على وظيفة لكنها ذات دخل يسير لا تكفي متطلبات تكوين أسرة وأثره في المجتمع، ازدياد نسبة الفقر في المجتمع، وثانيا ازدياد نسبة الجرائم وخاصة السرقة. وبهذا نكون قد انتهينا من نص الاستماع العمل وثروة. أتمنى لي ولكم التوفيق